السلام عليكم. طبعا حلقة اليوم منطلبة من أكثر الناس كلهم، جرب ما بات لوس أنجلوس، جرب ما بات لوس أنجلوس. وات ذا هيل، صح أنا أغلبيتهم من نفس الشخص، بس كذا يعني أحس في طلبات كثيرة على لوس أنجلوس. وعاد اللي يطلبك إيش أخبار لوس أنجلوس، أقول لكم يا شباب، المطور لوس أنجلوس عادي يعمل على لعبة بوليفيلد، وفي خبر عن لعبة بوليفيلد نزلت، بس كذا يعني مرت نزل عنها، والسبب أشياء تجمع كذا، يجي يطلع الفيديو كثير كذا كبير أوه أتكلم عليه وأفسر أما على فيديوهين نزل هانلوس أنجلوس كيف يعني الفيديو يكون قصير وأنا شكل طويل. ها المهم، إذا شيء نزله عنه، أنزل على أخبار بلعبة بوليفيلد، الخبرين اللي نزلت الجديدة، قول لي بالتعليقات، وإن شاء الله راح أنزلها بالفيديو الجاي الفيديو اللي بعد الجاي، أو أمشي الفيديوهات جاية راح ننزل ان شاء الله على اخبار على لعبة بوليفيلد. المهم، فيديو اليوم عن تجربة مابة المتابعين الموجودة في الديسكورد، في خانة اسمه ماي مابس، يعني هذه الخانة تدخل اليها وتنشر الماب هناك، وايضا اشوف المابة اللي هناك وانزلها ان شاء الله في القناة، اي ماب ينزل في ذاك المكان ان شاء الله راح انزله في القناة، ماب بعد الثاني ان شاء الله لما اكمل المابات كامل حقكم، واللي يشتي يبدع يقوم يصنع ماب ويجيبه برضه بذاك المكان، وان شاء الله بجربه في فيديوهات ثانيه. اوكي. اما اللي صعب الموضوع يقول كيف انشر الماب، يا اخي الوضع مش بذاك الصعوبه. جيب الماب، خرجه كذا هو بالملف حقه، عمله نسخ، خرجه لخارج كذا لهذا المكان، حطه بهذا المكان، خلوه كذا يعني يقول له ارتاح بهذا المكان، يطرح بهذا المكان، تدخل للديسكورد، تدخل الى ماي مابس او المابات اللي بذاك المكان، تقوم تعمل ذاك الزائد اللي نازل، تضغط على هذا السهم اللي طالع ينقلك طوالي لهذا المكان، اختار الماب اللي تستنته ونشركه طوالي يطلع بهذا الشكل، وانزله بسهوله باي وقت، يعني مش بذاك الصعوبه. واللي ما مش معه ديسكورد يدخل على الانستغرام، الرابط بالوصف، يدخل الخاص، اول حاجه يعمل لي فولو، المهم يرجع يدخل الخاص ويعمل لي رسل لي الماب هناك وخلاص. يعني لا تصعب الامر على انفسكم، انا ما جربت مابي، يكتب تعليقات ما جربت مابي هيل شيت. المهم، قبل ما نبدا الفيديو انزل اعمل لي اشتراك، باقي قليل نوصل 15000 مشترك، اشترك اذا حين للحين سريع الان، اشترك واعمل لي لايك وشارك الفيديو عند اصحابك اللي يحبوا لوس انجلوس، قل لهم ها في واحد قناه يوتيوب تعمل تجربه مابات، اصنعوا مابات وخليه يجربه كذا، يعني تناحى بس يلا سيدر. خلينا نبدا الفيديو. طبعا اول ما دخلت الماب، وهذا دخلته ديمو مدري ايش، دخلت على الرمز وتهل، بس ان الرمز ضروري تعمله انت من نفسك يعني. المهم خلينا نبدا نجرب هذا الماب. هذا الماب قال له انه عاد بقى مقاعمل ايش على الناس، يعني اقيم الاشياء اللي داخل هالماب، ما اقيمش الماب بالكامل، شكلي ما شاقين بالماب نفسه. ايش داخل هذا الجراي؟ او شيت، قال لك هنا فول يور كار فول، املأ السيارة بترول. ايه سيارة، ما فيش معي سيارة. What the hell، كيف نرفضنا من المكان هذا؟ You'll travel in the space 30 seconds. What? Oh shit. ليش ما عملتوش النصيحة اللي قلت لكم انا؟ الجاذبية، ما فيش جاذبية. بعدين ليش الفضاء هكذا يا حرام؟ كذا شوفه كذا احسن. هذا القمر تمام، بس اذا عملت الجاذبية كان احسن. ابعده بس عادي، اعمل هنا 1999 خلاص، كأني بالقمر. الجاذبية تكون كذا ضعيفة، موجودة هنا وانا مش عارف. شانجو جرافيتي تو مون جرافيتي، تمام هكذا بهذا المكان تلقى الجاذبية جاذبية قمر. جبت العيد آه. أحا أوه شيت مت. المهم جينا أول حاجة على المحطة، ودخل المحطة تسافر من الفضاء. كيف تسافر من الفضاء بهذا المكان؟ أنا أشي شك، تقنعوني فقط، تقنعوني كيف أسافر من الفضاء من هذا المكان. أحط مكان السفر هذا في مكان كذا محطة فضاء، يكون في صاروخ كذا وتطلع لداخل الصاروخ، والصاروخ كذا تقدر الدنيا حاجة حلوة بعملها إن شاء الله بأحد المابات، بعمل لكم ماب إن شاء الله وأعلمكم كيف تعملوا حق الصاروخ هذا إن شاء الله. في هناك سيارات يسبحين بهذاك المكان، يجي هذا المكان مدري إيش ناوي يصلح بهذا المكان، واتهل
اعتقد انك يصلح يعني حاجه حلوه، بس انه شكلي دريت صلح نفس اللي الفيديو اللي عملته انا، اللي عمل نفس حق الفيديو اللي عملته زمان. انا عملت فيديو زمان كيف تعمل بيت صناعه سيارات، منزل يكون صنع او مصنع سيارات. هذا غلق without extras يعني بدون الشرطة بدون أي حاجة في هذا المكان. خلاص طوالي اختار اللون السيارة اللي تشتاها، لون الزبرة اختار وخلاص يعني تجي لك السيارة. أما بهذا المكان اللي بذاك المكان الثاني مع الاكستراز يعني مع البوليس مع الإسعاف مع التاكسي، مثلا نشتي زبرة تكون بوليس مثلا في هذا المكان. car with police siren full police car كيف؟ اها يعني سيارة تكون بلونه احمر احمر مثلا او اصفر مثلا مع الشرطة، او ان تكون شرطة كاملة يعني تكون لونه اسود. حلو 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 حلو. قال لك random color blue and black او random color blue and black. what the hell نفس الشيء، ليش هتعمل بابين يعني حاجتين؟ برضو حاجة حلوة. يلا تمام حلو 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 حلو. في هناك لايك، شوفوا ال FPS 16 عندي الآن. خلينا نشوف في هناك سيارة تسبح. أوه شيت، أعتقد سبب ال FPS أو ضعف ال FPS كثرة السيارات اللي يسبحين تحت الماء. صراحة حاجة حلوة إنه إضافة هذه الحاجات بألوان مختلفة، صراحة حاجة حلوة صراحة. أحسن شيء أحسن شيء إن البترول شوفوا يخلص بسرعة، تحس كذا تطعم طعم الحياة إنك ضروري أوه خلاص البترول قوم ولي خلص خلينا نلعب ببترول، كذا حاجة حلوة تكون. آه شيت، وانا اقول ايش في 70,000 سيارة تغوص بذاك المكان. خليني اقول لكم تقييمه وانا داخل السيارة. اول حاجة او ما اقول لك ايش تقييمه، ادي لك نصائح على الماب ومو الاشياء الخطة داخل الماب. اول شيء يعني كذا اول حاجة لاحظتوا ان الاف بي اس ضعيف، الاف بي اس ضعيف عندك ما ضفت حاجة، يعني المدينة فاضية خالية والاف بي اس ضعيف بهذا الدرجة. يعني حاول كيف تكثر الاف بي اس، يعني الاشياء المكررة تحاول تخليها قطعة واحدة. شوفوا كيف قاسي تغرغر هذا التنيحة اللي هناك، بق 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 بق. ثاني شيء هذه الكتابة مش ضروري تكون هنا واصل، خلاص يكفي انك يكفي هذه الاشياء اللي تحت، خلاص هذه الكتابة ضروري تبعده. عاشر حاجة ضروري تكون لحاله، تكون لحاله او محطة فضاء لحاله، حتى لو يكون صاروخ كذا شكل وحق المحطة الفضاء خارج عادي. فكان هذا تجربتي لهذا الماب بدون تقييم، لاني باش يجيب العيد بالتقييم. فخلينا نروح للماب الثاني. نجي للماب الثاني وهو ماريو جاستن بيبر. احس اني عملت ذبة كذا كبيرة او تنثيرة باللغة اليمنية. المهم هذا الماب يبدأ بالقباء والتهل، ما قلش اي حاجة بكلامه طبعا. فهذا الماب يبدأ بسقف هذه العمارة والتزفت. كيف انزل؟ شوفوا كيف التداخل بهذا المكان، هذا المكان اللي يسبب انخفاض في الاف بي اس في هذا المكان. انا كيف انزل؟ كيف اشرح لي كيف انزل؟ كيف انزل الحين نازل؟ ما فيش غير هذه الطريقه، ما بقول ننزل بالنيو كليب والتهل زفت. في ناس يمشوا والتهل برضو. حلو 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 حلو. وليش تمشي بنفس الطريق؟ الطريق للسيارات قبل ما ادعسك الان. شوف كيف تدخل وسط الجدر، انا متاكد اني ادخل وسط الجدر. وات الزفت، دخل وسط الجدر قلت لكم. المهم في هذا المكان نيو تايرس. وات الزفت، شوف ما في هذا المكان فعاليات او كذا بيت، ما كذا بيت، ما في اي حاجه ثانيه. بس اذا كان املا الفراغات بحاجه ثانيه كان افضل. في هنا بيت، شوف ايش نعمل فيه بس كذا يعني. وات الزفت، حتى هنا ما فيش. هنا وات اكل محل، المكان محلات قدر ما يكون فيه حاجه حلوه كافي بس كذا. كتابه كلوز شوب كذا، نشوف هنا نعرف ندخل او شيء. حلو كذا، يتم طردك بالسهوله هذه. تدخل من البيت تخرج من ورا البيت، حتى مش من ورا البيت. واتهل ايش جاب لي ذا المكان؟ تصدق ان انا تعبت لما سرحت لهناك بسيارة. وات ايش يحصل هنا؟ ايش يحصل؟ السلام عليكم، كيف حالك؟ كيف حالك بخير؟ لا تداهف لا تداهف، بقتلك الان يا. في هناك كذا مكان، اتمنى ما يكونش يطردني لذاك المكان، تصدق لأدودا. تمام، اذا دخلت هذا المكان وطردني بنفس الشيء او بنفس الطريقة
بخرج من الماب واجرب ماب ثاني الصراحة. لا ما طاردني. السلام عليكم، في معكم اسلحة كذا؟ معي معي ما معي الا سلاح بس ما فيش معي رصاص. شوف شوف ما فيش معي رصاص، حتى ما اجي اهددك. شوف انت ما تخاف لانك عارف ان ما فيش معي رصاص صح؟ وين 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 الاسلحة؟ وين كل يا كيف 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 اخرج كيف اخرج؟ خلاص نكنسل ونخرج من هذا الماب لانه واتهل ماب مش متقن نهائيا. بس بدون زعل انا امزح امزح يعني مش من المسط. ف واتزفت ثالث ماب لهذا اليوم وهو لعبة البازل، وانا احب برضو العاب البازل. لذلك شوفوا الصورة يعني مؤدب وسط المال، يعني لا تتحرشوني انا وسط المال مؤدب. خليني كذا يا اخي كنسل الذبات اللي يعملها انا. المهم في هذا المكان يقول لك this is maz maz this is map puzzle 2 I hope you like this map، يعني هذا الجزء الثاني من العاب البازل. ما اعتقدش انه بنوه بس لا what the hell، ليش ايش عملت في حالي انا ايش عملت في حالي؟ نشوف قال لك puzzle 2 ممنوع الجراء كذا. انا من عندي اضفت اضافة ممنوع الجري، كليك هير نضغط هنا قدر ما يفتح الباب، اضغط يعني ضروري يطلع سلق، اضغط هنا تمام حلو. والله طريقة بناء الماب حاجة خرافية صراحة. المهم انت بتقرا، اذا جيت تقرب الماب انت بتقرا بهذا المكان. خلينا نشدي كشاف نتضاوى امامنا. ويلكم تو بازل 2. اوه احنا ما بديناش، يلا تمام حلو حلو. في هذا المكان حاجة اخضر وحاجة ازرق صراحة. انا احب العاب البازل زيادة والله. في هذا الرجال يقول كيف مو قلك هنا قلك يو داي، يعني اذا جيت من هذا المكان عاموت. يمكن ما اموتش لانه العاب بازل. خلينا يا اخي والله في لايك، بخرج اعدل اللايك وارجع. عم في هنا الاخضر والازرق، ندخل الاخضر نجرب. اه حلو حلو حلو. الاخضر يعني اعمل لي ريسبون بهذا المكان، اذا مت ارجع من هذا المكان. والازرق مام بليز هيلب ساعده، اضغط على ذاك الزر، اضغط على زر او ايش؟ اوه شيت في عسكري يحرق بهذا المكان. يو داي قال لك اذا دخلت من هذا المكان انا ميت. كيف اعمل اذا؟ ضروري اتخطي هذا بسرعة. تمام حلو كذا نقايس. اوه شيت يلا ونقري. وات الزفت كيف؟ نرجع على هذا المكان نقري على قرا واحد قفزة حلو. نضغط على هذا تمام. في هنا طبعة يد حلو. نجي ذاك المكان نقري 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 قبل ما تنزل تمام. اطلع وات ضروري اطلع قبل ما تنزل. تمام 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 اجي ذاك المكان انتظر حتى تنزل واطلع انا وياه. تخطط المكان هذا، نجي لهذا المكان نعمل لنا ريسباون بهذا المكان. تمام عملنا ريسباون، ناخذ المسدس هذا المسدس تمام. معي رصاص المسدس الان. ونروح الى لوين؟ ليش اخذ المسدس؟ اوه قدر ما اروح اطلق الرجال اللي هناك. لا يضيف محمد علي زيد ينزل من السلم، الحين اهم كيف انزل من السلم. تمام 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 حلو. لا انا نازل من السلم طبيعي. لا حلو نرجع لعند الرجال تبعنا. تمام حلو تمام نجي لهذا المكان اللي قال نساعده ونحاول نطلق على ذاك الحية الحمراء. حلو 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 تمام. يخرج قال انا قلت يو هاف يو ويت بيج سموك وات لايك سموك وي تراي وات ذا هيل. اذا خلصت تقول ان هذه نهايته. نقرب يعني نرجع لهناك بعد ما نقتله او كيف؟ مت مت مت. انا ما حسيت ان الفيديو عرض علي طويل وانا العب هذا صراحه. استمتعت بهذا الماب بس ان شاء الله بقربه ان شاء الله فيديو منفصل لحاله. فخلينا ننتقل للماب الثاني. اما الماب اللي بعده فهو استوديو جيمنج. اوه لان ديمو نفسه اللي عمل الماب التنيح هذاك
المهم عمل استوديو، فلأننا ما كلش الماب يعني حلو، ما ظلمنا يعني بالتحيل ما قيمناش. أنا المهم يعني خلينا نجيب العيد نجرب هذا الماب، وهو استوديو على ما قال. إيش حصل؟ قلت إني فكرة جديدة أجيله هنا ذا المكان كذا، يعني استوديو خاصة مكتوب أفضل استوديو ألعاب مدري كيف. نجرب نطلع بالنيو كليب، نجرب نطلع بالنيو كليب. وين الاستوديو؟ الاستوديو بهذا المكان. تمام، جيب النيو كليب لهذا المكان وخلينا نشوف الاستوديو أفضل من قسم نتنقل. إيش ذا من استوديو؟ لا أنا دائما أظلم الناس، ما أفتح النت وقت ما اجرب هذه الحاجات. خلينا نجرب نفتح النت ونجرب هذا الشيء. تحملت الصور وطلع هذه الصوره ديمو جيمينج، وهي صوره قناته ما اعرف كيف. نجرب نشوفها من المكان الثاني. تمام، ديمو جيمينج وهي صوره قناته على ما اعتقد، جيمر ستريمر اند هاكر. خلينا نشوف هذا المكان ايش تحملت. درع على 10 مليون درع على 50 مليون مدري 50 مليون، ودرع على 100,000 ودرع على المليون. والتهل نقرب نقيس بهذا المكان. تخيل تقيس كذا ووراك كذا. خلينا ننتقل للفيديو الثاني. طبعا كان في مابات كثيرة ما قربتها، ولكن تعبت والله، تعبت من كثر التخلف اللي في المابات. شفت اليوم تخلف كثير في المابات، فكثر ما قربت المابات هذا اللي شعركم. حسنا تعبت من تجربة المابات، يعني والله كان يوم مشاق في تجربة المابات، شفت أشياء ما شفها أحد بالمابات. المهم هكذا نوصل لآخر الفيديو بهذا الماب الموكو. في مابات كثيرة بجربها إن شاء الله في بعدين، يعني في فيديو ثاني إن شاء الله بجربها. فجيبوا لي مابات في ديسكورد، على ما قلت لكم كيف تجيبوا المابات في ديسكورد في أول الفيديو. أما ماب قصة الانتقام فأكتمل منه 87%. اشترك في الديسكورد وان شاء الله راح اكون انشر كل الصور او الصور دائما في الديسكورد ان شاء الله، وان شاء الله راح انزله في القناه، في هنا بالقناه، وانشره معكم تجربوا انتم وتشوفوا الاشياء اللي ضفتها داخل الماب وتضيفوها ان شاء الله عندكم في ماباتكم. فقبل ما تروح من الفيديو لا تنسى بدعمنا على زر اللايك والاشتراك والضغط على زر الجرس ليصلك كل اشعار عن فيديوكم تنزيله. ف اوت.